أمر غرفة عمليات القوات الجوية يناقش الوضع في الجنوب مع أعيان المنطقة وفعاليتها. الحاكم العسكري درنا بن جواد يؤكد حل المشاكل الإدارية داخل المطار والاستمرار بالعمل. أعيان ومشايخ جدابية يؤكدون رفضهم عقد أي اجتماعات دون التنسيق مع الجهات الشرعية. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. ناقش آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار محمد منفور مع عدد من أعضاء وحكماء الجنوب، ناقش الوضع الأمني بالمنطقة. وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن اللواء المنفور ناقش مع فعاليات الجنوب العديد من النقاط حول الوضع في المنطقة، أبرزها تعزيز العمل على وقف إطلاق النار، وكذلك العمل على فتح الطريق الرابط بين سبها وجنوبها. يصادف اليوم 8 أبريل لعام 2018 الذكرى السنوية الأولى لسيطرة القوات المسلحة على قاعدة تمنهنت الجوية بجنوب ليبيا وتطهيرها من ميليشيا القوى الثالثة. ونشرت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك معارك القوات، معارك الاقتحام والسيطرة على قاعدة تمنهنت التي عززت من قدرة القوات المسلحة في مناطق جنوب البلاد. طالب مجلس حكماء بنغازي البعثة الأممية بدعم القوات المسلحة ورفع الحظر على تسليحها ومساندتها حتى السيطرة على كامل التراب الليبي. وأصدر مجلس الحكماء بيانا استنكروا من خلاله دعم المؤتمر الوطني الجامع الذي استضافه فندق تبستي ببنغازي اليومين الماضيين. وقال البيان إن البعثة الأممية لم تقدم شيئا لصالح البلاد، فلم نرى إلا العبث وعدم الاستقرار وفقدان السيادة الوطنية وضياع الثروات وقتلا وتشريدا وتهجيرا قسريا. وأكد البيان بأن ما يحدث لأبناء تاورغا ليس خافيا، فهم يعانون أشد المعاناة، ولم نرى من البعثة الأممية إلا خياما يستعملونها الليبيون في التنزه. واختتم البيان بدعوة غسان سلامة بضرورة دعم المؤسسات الأمنية ودعم السبل الرامية إلى إعداد دستور للبلاد، منوها إلى أن الإقصاء والتهميش لن يزيد المشهد إلا تعقيدا. جدد أعيان ومشائخ قبيلة لحوتة بمنطقة عين مارة خلال بيان لهم بيانا دعمهم التام ولا محدود للقيادة العامة للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة ووقوفهم مع السلطة التنفيذية والتشريعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه. كما طالبت القبيلة بحق عودة مهجري تاورغا إلى مدينتهم دون شرط أو قيد ورفع الغطاء الاجتماعي. بحث مدير إدارة الخدمة الطبية اجتماعا موسعا عقده مع وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة لمناقشة الاستعدادات لاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة. وخلص الاجتماع على الاتفاق والتنسيق على كل الإجراءات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تعيق الخدمات الطبية. ومن جهته أكد وكيل وزارة الصحة على تجهيز غرفة عمليات مجهزة لجميع الاحتياجات، فضلا عن استعداد الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالعمل في جميع المستشفيات بمدينة بنغازي.
أكد الحاكم العسكري درنا بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري في تصريحات خاصة بقناتنا حل المشاكل الإدارية داخل مطار بنين الدولي، وطلب الفريق الناظوري كافة الإدارات والجهات العاملة بالمطار الاستمرار بمهامها بشكل طبيعي من أجل خدمة المواطن. هذا وأكدت مصلحة المطارات أن المطار يعمل بصورة اعتيادية وبحسب الرحلات المجدولة بالشركات الناقلة من وإلى المطار. وأوضحت مصلحة المطارات أن البيان الصادر عن إدارة مطار بنين الدولي بخصوص تعليق العمل هو إجراء غير صحيح أو قانوني، ولا يحق لإدارة المطار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الله الشعافي مدير مطار بنين الدولي. بداية سيد عبد الله، أهلا بك، وما هي الأوضاع حاليا بالمطار؟ سيد عبد الله، سيد عبد الله، هل تستمع إلي؟ إلى أن تجهز المكالمة مع السيد عبد الله ينضم إلي عبر الهاتف آمر المنفذ العميد صالح درسي. بداية السيد العميد صالح، أهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. حدثنا بداية عن الأوضاع الأمنية داخل المطار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طبعا نرحب بكم، بارك الله فيكم. بالنسبة للمطار يعني الأوضاع الأمنية مستقرة الحمد لله، أمورها تمام يعني. واليوم احنا كنا في اجتماع مع السيد الفريق الحاكم العسكري ونسقطنا في يعني في بعض الإجراءات الأمنية اللي هي احنا نحاول نتخذوها، يعني ممكن تسبب في عرقلة، ولكن مش خرق أمني، ولكن في عرقلة في بعض الإجراءات، أو يعني في تزاحم شوية في المطار. أنتم عارفين المطار يعني صغير شوية في مساحته، فتم تقليص بعض الأجهزة الأمنية وناقشنا هذا الموضوع. ممكن السيد عبد الله الشعافي الشافعي ما كانش حاضر في الاجتماع، ويبدو أنه هو ما عندهش علم بهذه الإجراءات، ولكن المطار إن شاء الله آمن مطمئن، وإن شاء الله رحلتنا المجدولة تصير بصفة طبيعية بدون أي عرقلة إن شاء الله. وبكرة إن شاء الله يكون عندنا اجتماع عاجل إن شاء الله مع السيد عبد الله لمناقشة هذه الإشكالية اللي حصلت اليوم السيد عبد الله إن شاء الله. طيب سيادة العميد، حتى يطمئن المواطن بصفة عامة، الرحلات ستكون في موعدها بإذن الله؟ اكيد ان شاء الله. يعني احنا مسألة الطيران عندكم من علم ان احنا اتصلنا بهم وما علم، والمناوله تونا كانوا على اتصال بي وهم مشكلة ان شاء الله في الشغل. بس يعني في اشكاليه ما قلت لك مع السيد عبد الله، ولكن ممكن حنتواصلوا معاه لان كانت تليفوناته مقفله، وحنتواصلوا معاه. والمطار يعني مش بهالسوء، لا بالعكس، هو فيه بعض المشاكل البسيطه ان شاء الله، واللي سيد الفريق تدخل شخصيا الحاكم العسكري بإنهائها ومساعدتنا في حلها. ونحن إن شاء الله يعني مطارنا حيكون مستمر، لأن هذا مطار بذلت فيه دماء، لازم يستمر ولازم المواطن يمشي إن شاء الله حسب الرحلات المجدولة. حتى وإذا كان في تأخير، مش تأخير على سبب الموضوع هذا، ولكن ممكن تأخير في شركات الناقلة أصلا في طائراتها وعدد الطائرات اللي مستخدمة، لكن مطارنا إن شاء الله نطمن المواطن أن المطار إن شاء الله يشتغل بصورة طبيعية بإذن الله تعالى اليوم وبكرة إن شاء الله في سائر الأيام. طيب سيادة العميد، هل تم التنسيق خلال اجتماعكم مع مختلف الأجهزة الأمنية داخل المطار حتى يتم سير العمل بصورة طبيعية ولا تضطر إدارة المطار إلى تعليق الرحلات في هذا المطار؟ طبعا هو في اجتماعات يعني مستمرة ودورية، ولكن طبعا انت عارف في مشاكل مرات الواحد اكبر من هو يقدر يحلها بنفسه، ولكن يعني نحن نبي نوصل لمرحلة ان نحن لا يمكن نعطل المطار يخدم في منطقة كاملة، منطقة شرقية بصفة كاملة، يعني على بعض المشاكل حتى وهي تكون مشاكل فيها شوية صعوبة، ولكن نحن نحاول نتغلب عليها ونحاول نحن نخلي المواطن انه ما يعني ما يتأثرش بمشاكلنا. يعني احنا نحاول نحل مشاكلنا فيما بيننا، ونحاول نحن
ننسق عملنا، مشاكل ما فيش ولا الاولى حل يعني. ولكن ممكن السيد عبد الله مسكين عليه ضغوط نفسيه، يجري ويبي يامن مطاره ويبي يامن حقه يعني، لكن تسرع شوي نوعا ما في هذا الاجراء. ولكن الاستاذ عبد الله هو انسان كفؤ وانسان ممتاز وامره ما قصر في المطار صراحه. بس يعني نحن لحد الان ما زلنا ما سمعناش كلمته وتليفونته مقفله، ولكن مطارنا ان شاء الله مهما كانت الصعوبات يعني نتحمل نحن في انفسنا في سبيل راحه المواطن وراحه المسافر في مطار بنين الدولي باذن الله. نعم، اشكرك امر المنطقه بمطار بنين العميد صالح الدرسي، شكرا جزيلا لك. وينضم الينا عبر الهاتف السيد عبد الله الشعافي مدير مطار بنين الدولي. بدايه سيد عبد الله اهلا بك، وما هي الاوضاع حاليا داخل مطار بنين؟ اهلا بك اختي. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم عليه الصلاه والسلام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. طبعا في متعلق موضوع مطار بنين فتره طويله يعني نعانوا في مشاكل. والله يا اختي لو نقدر نسرد لك المشاكل اللي في المطار والامكانيات والمشاكل اللي شبه يوميه في مطار بنين. نعم. المفروض المطار يسكر بالكامل ما يفتحش، لكن احنا بقدر المستطاع عارفين معاناه المواطن، سواء مرضى والله الجرحى والله المنفس الوحيد في برقه بالكامل اللي هو مطار بنين يعني. نعم. وخطبنا كافه الجهات بالمشاكل والاحتياجات، وللاسف الشديد يعني اغلب الجهات ما تمش توفير احتياجات مطار بنين. طبعا احنا قمنا باجراء فتره مؤقته حتى يتم يعني ما يحسبش علينا الوضع في مطار بنين بهالشكل، هالمشاكل يصير بالاجهزه الامنيه، هالخروقات، يعني الوضع في المطار يعني نقدر نقول لك سيء للغايه من الناحيه الامنيه، والمشاكل يصير بالاجهزه الامنيه وعدم فهم اختصاصاتهم وما فيش تجانس بين الاجهزه، بالاضافه ان الموضوع يعني قد يكون في بعض الفترات قد يكون خطير جدا. لما طائره تكون حامله 160 شخص وفي حاله الاقلاع ولا الهبوط تمر سياره عسكريه على المهبط، هذه مرات تسبب في كارثه. يعني الامن والسلامه اهم حاجه عندنا في المطار، لابد ارواح الناس حافظوا عليه. فالموضوع هذا تكرر لحوالي 11 مره في تقارير، وخطبنا به الجهات ان لابد السيارات ما يتمش استيراد من المهابط وعدم مرور على المهابط، ولكن للاسف الشديد ما يجيش استجابه. طيب سيد عبد الله، هل تواصلتم مع سيد الحاكم العسكري حول هذا الموضوع قبل اصداركم لهذا البيان او حتى بعده؟ احنا كنا في اجتماع الاسبوع الماضي مع الحاكم العسكري، حكينا له على كافه المشاكل في المطار، ويعني بارك الله فيه يعني مشكور جدا اليوم اصدر تعليمات ان كافه الجهات العسكريه واللي ما لهاش علاقه بشغل المطار انه يكون خارج المطار، وهذا يخفف علينا الحمل. لما تكون مديريه الامن والاجهزه المعروفه اللي هي الداخلي والخارجي والجوازات والجمرك، لما تصير مشاكل نقدر نحتضنوها نقدر لكن لما تبقى اكثر من جهه في المطار ما تعرفش حتى ما تفهم. طيب سيد عبد الله، نحن الان ننتظر كلمه منك، ما هي الاوضاع حاليا بالمطار؟ هل سيتم تسيير رحلات بشكل طبيعي؟ فهناك المريض وهناك ايضا ما لديه اعمال خارج ليبيا ايضا، ما هي الاوضاع؟ غير اسمعيني، بالنسبه للرحلات احنا ما وقفناش الرحلات، الرحلات مستمره. نعم. احنا اوقفنا عمل كاداره مطار. اذا الرحلات مستمره؟ نعم. الرحلات مستمره. الرحلات مستمره باذن الله تعالى. وان شاء الله اصدر تعليمات الفريق عبد الرازق الناظوري، وان شاء الله اليومين الجايات تكون خير، وان كافه الاجهزه والجهات اللي ما لهاش علاقه بالمطار تكون خارج المطار، ويمشي مطارنا على احسن ما يرام. وكيف ما قلت لك من البدايه ان المطار يعني فتح في ظروف صعبه جدا، امكانيات معدومه، ما عندناش حتى ميزانيه تسييريه مش في المطار. نعم. والله لما تشوفوا بالمعطيات اللي في المطار المفروض المطار ما يشتغل نهائي، ولكن ضغطنا على انفسنا وشغلنا المطار، واجراءاتنا كافه الاجراءات عند مصلحه المطارات وهيئه المواصلات ورئاسه الوزراء الحكومه المؤقته على اساس يوفروا كافه الاحتياجات في المطار بنين، وباذن الله يستمر المطار مش راح ينقفل الا نعم. اذا كان ما وجدناش اذان صاغيه يمكن يستمر الوضع، لا يمكن عرضه حياه الناس للخطر.
الحاكم العسكري صرح لقناتنا بحل جميع المشاكل. أشكرك السيد عبد الله شعافي مدير مطار بنين الدولي، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية رجوع منظومة حجز التذاكر في مكاتبها بالمنطقة الشرقية. وبحسب الصفحة الرسمية للشركة أن ساعات العمل الصباحية والمسائية ستبدأ من اليوم بمكتبها الرئيسي بمدينة بنغازي الكائن بطريق المطار أمام منتزه السندباد، وكذلك في كل مكاتبها بالمنطقة الشرقية. كشف رياض الشرشاري والد الأطفال المغدورين الثلاثة عن محادثات أجراها مع المفتي المعزول الصادق الغرياني وعبد الرحمن السويحلي حول قضية اختطاف أبنائه دون أن يجد منهم أي تفاعل أو رد فعل إيجابي. وقال الشرشاري في مداخلة عبر برنامج الحدث بقناتنا: كنت أحدث المفتي المعزول الصادق الغرياني عن أطفالي، وكان يحدثني عن الطريق الساحلي، لم نسمع منه بيانا واحدا، وكذلك هو الحال مع عبد الرحمن السويحلي ورئيس المجلس الرئاسي المنتهي فايز السراج. طالبت مقرر لجنة شؤون الشهداء والجرحى عفوا والمفقودين بمجلس النواب مفتاح الشاعري المدعي العام بتطبيق أقصى العقوبة في حق كل مجرم أسهم في قتل أبناء الشرشار الأبرياء. وأكد الشاعري في رسالته الرسمية التي وجهها إلى المدعي العام بمكتب النائب العام بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس على ضرورة أن يكون القصاص في حضور ذوي الأطفال الشهداء، وذلك تعزيزا لما اقترفه المجرمون من جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ورادعا لكل من لا وازع له. انطلقت فعاليات أعمال الملتقى الوطني الليبي في براك الشاطئ ضمن المسار التشاوري للملتقى الوطني في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة التي سيتم تنظيمها بين شهري مارس ويوليو العام الجاري. ويحظى هذا المسار برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ويندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا. ويرى مراقبون للمشهد الليبي أن انطلاق المرحلة الثانية من خطة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة دون إتمام المرحلة الأولى والاتفاق عليها تعتبر تجاوزا لمجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة، وخلق كيان تشريعي جديد بديل وهو المؤتمر الليبي الجامع. قام أعيان ومشايخ الجابية المتمثلين في الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بالدائرة الرابعة بعقد اجتماع في مدينة بنغازي. التفاصيل الأكثر حول هذا الموضوع في هذا التقرير. عقد اجتماع في مدينة بنغازي ضم أعيان ومشايخ الجابية المتمثلين في الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بالدائرة الرابعة. الباشا صالح لطيوش بحضور الممثل الاجتماعي للقيادة العامة الشيخ بلعيد الشيخي ورئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية العمدة السنوسي لحيق ورئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبايل العمدة سالم ذويب ورئيس الهيئة الوطنية لمشايخ جدابية الشيخ بوحلفاية الدواسة. طبعا نحن كمشايخ وعيان لمنطقة جدابية ورد إلى ما سمعنا في الأيام الماضية وشفناه على النت وشفناه حتى في الإذاعات أن في مجموعة تحت مسمى جدابية وتعقد في اجتماعات وتبي تدعي مشايخ وعيان ما يقارب عن 4000 شخص من المنطقة الغربية والجنوبية ولحضور في منطقة جدابية. نحن تفاجأنا كمشايخ وعيان بهذه المنطقة بهذا العدد الهائل وما عادش عرفنا من وراء الاجتماع هذا وشنو خلفيته وشنو اجندته الاجنده نتاعه.
الباشا صالح لطيوش دعا خلال الاجتماع جميع الأطراف إلى ضرورة لملمة الشمل وعدم التسرع في اتخاذ القرارات نظرا لما يحاكى للوطن من مخططات خطيرة قد تكون عواقبها وخيمة، خاصة في حال عدم اختيار القيادة العامة والحكومة المؤقتة بذلك. حرصنا على لم الشمل، توحيد الكلمة، وأن مدينة جدابية دائما تفتح ذراعيها لاستقبال أخوتنا في الوطن وشركائنا في الوطن من أجل ربء الصدع وحل المشاكل وضم الشمل، إلا أن الظروف الحالية بصراحة لا تسمح لمدينة جدابية بأن تحتضن هذا الملتقى الضخم الكبير. ونحن دائما نؤكد أن أي لقاءات تتم في برقة لابد وأن يتم التنسيق مع القيادة العامة ومع مجلس النواب، مع الحكومة، مع هيئة مجلس الشيوخ على مستوى برقة، لابد وأن تكون لها الرأي الأول والأخير في تحديد المواعيد لمثل هذه الملتقيات. الحاضرون خلال الاجتماع اتفقوا على أهمية توحيد الكلمة تحت شرعية الهيئة وعدم اتخاذ أي إجراءات أو عقد أي اجتماعات إلا بموافقة الهيئة أو مشاورتها والاعتراف بشرعيتها وانبثاقها من مجلس النواب. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية سالم بحرورة، رئيس العلاقات العامة بالهيئة العامة لمشائخ وأعيان مدينة جدابية. بداية سيد سالم، أهلا بك. أهلا وسهلا. ما هي أسباب تحفظاتكم حول هذا الاجتماع؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أتقدم بالشكر إليك أستاذ غادة، والشكر موصول للعاملين بإذاعة الحدث لأنها دائما في الحدث. نعم كرر سؤالك لو سمحتي. أسباب تحفظاتكم حول هذا الاجتماع؟ أسباب تحفظاتنا رقم واحد اللي بنوا هذا الاتفاق، وهذا واللي أعلنوا في الأيام الماضية على هذا الاجتماع، هم يفتقدون الاختصاص والتفويض الاجتماعي من عائلاتهم. وقبائل مدينة جدابية مجتمعة، يعني جدابية ما اجتمعتش على الكلام هذا. طيب ألم يتم التنسيق معكم مسبقا حول هذا الاجتماع؟ أبدا، وللأسف نحن تم الاتصال بالقيادة وقالوا ما عندناش علم. اتصلنا بالسيد النظوري وقال ما عندناش علم. اتصلنا بالبرلمان وقال ما عندناش علم. نحن مشايخ في المنطقة ما عندناش علم. كيف تبي تجيب 4000 راجل ولا 3000 راجل؟ نعم. في منطقة مدينة جدابية اللي لعند الآن ما نقدرش نتحمل مسؤوليته. طيب سيد سالم، اجتمعتم اليوم، نريد منكم مثلا دعنا نقول أهم النقاط التي توصلتم إليها حول هذا الاجتماع اليوم. والله كان اجتماع مثمر، وكان بحضور اللي تو أنتم طلع في برنامجكم. نعم. واضح ما بيش نكرر بالنسبة للحضور. وبالنسبة للأهم النقاط، رقم واحد الاجتماع المزعوم اللي بيعقد يوم 23 و24 و25 هذا تم الاتفاق على إلغائه، وتم الاتفاق أيضا على عدم الخوض في هذه الاجتماعات والإعلان عنها. نعم. إلا بموافقة القيادة وموافقة البرلمان وموافقة القوات الجهات الأمنية ذات العلاقة، باش نأمن الضيف لما يجيني. لكن بهذه الطريقة وبهذه العشوائية وبهذه الفوضى، نحن كمشايخ عيان هذه المنطقة لا نستطيع أن نقول اللي في الغرب تعال ولا اللي في الجنوب تعال، لأن نحن مدينة جدابية ما زلنا حتى الآن. نعم. نحن عندنا خلافات، وبرقة ما زلنا ما اتفقنا نحن وياها، جدابية ما زلنا ما اتفقنا نحن وياها، كيف نبي ندعي ليبيا بالكامل؟ نعم. نحن خلينا نتفق قبل كجدابية ونلم مشايخنا في برقه ونتفقوا على الاجتماع. ونعم جدابية حاضنه لاي قبيله ولاي عدد، لكن مش في هذه الظروف كما قال الباشا صالح لطيوش، ونحترمه ونقدره. بارك الله فيك. نعم، اشكرك سالم بوحروره، رئيس العلاقات العامه بالهيئه العامه لمشايخ واعيان مدينه جدابية. شكرا جزيلا. شكراً لك. شكرا. شكرا.
استعرضت وحدة إبطال المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية ما قامت بتفكيكه من محاور الصابر يوسف الحوت والبلاد في مدينة بنغازي من مفخخات زرعتها الجماعات الإرهابية أثناء الحرب عليها من قبل قوات الجيش الوطني، وقدرت المفرقعات بحوالي أكثر من طنان، بالإضافة إلى ما تم تفكيكه في وقت سابق من ألغام في محاور القنفودة والليث وأبو عطن والجوارشة التي قدرت بأربعة أطنان. نظم مدير أمن مديرية بنغازي العقيد رفع البسيكري جولة على بعض المقار التابعة للمديرية بمدينة بنغازي، وقال رئيس القسم الإعلامي بمديرية أمن بنغازي النقيب معتز العقوري قال إن العقيد البسيكري زار قسم التحريات العامة ومركز شرطة المدينة للوقوف على سير العمل وتذليل كافة الصعاب. وأوضح العقوري أن مدير الأمن زار أيضا مقر مصلحة الأحوال المدنية، والتقى بسيكري خلال هذه الزيارة برئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الأحوال بالفرع وعضو مجلس النواب. عقدت لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعا بمقر اللجنة بمدينة طبرق، وذلك لاستكمال مناقشة اعتماد الميزانية العامة للدولة. وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس النواب أن الاجتماع ترأسه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب وبحضور أعضاء اللجنة. يشار إلى أن اللجنة تعكف على اعتماد بنود الميزانية منذ عدة أسابيع، ويذكر أن هذا الاجتماع هو الرابع على التوالي بهذا الخصوص. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أعداد الناخبين المسجلين طيلة فترة فتح باب التسجيل. وقالت المفوضية في بيان لها إنه في ختام عملية تسجيل الناخبين في داخل البلاد وخارجها التي بلغ فيها عدد المواطنين الليبيين المدرجة أسماءهم في سجل الناخبين أكثر من 2.5 مليون بنسبة 53.26% من الليبيين المؤهلين للمشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة. ودعت المفوضية النخبة والمهتمين بالشأن السياسي إلى تحري الدقة والأمانة في نقل وعرض البيانات والمعلومات التي تنشرها المفوضية وعدم تحريفها أو تأويلها سياسيا ونبذ سياسة التضليل، فتوعية المواطن الليبي بحقائق الأمور هي مسؤولية الجميع. قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي إن القمة العربية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد القادم ستناقش عددا من الملفات المهمة تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية منخرطة بشكل واضح في الملف الليبي. وأوضح عفيفي أن هناك اجتماعا سيعقد بالقاهرة للجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في نهاية أبريل الجاري. أقامت مؤسسة المشكاة للتوعية المجتمعية ندوة بعنوان العدالة في ليبيا بين العرف والقانون ببلدية القبة. التفاصيل في هذا التقرير. نظمت مؤسسة المشكاة لتوعية المجتمعية ندوة بعنوان العدالة في ليبيا بين العرف والقانون ببلدية القبة. اتضمنت الندوة محاضرتين لتوعية بدور العرف كعامل مساعد للقانون في ضبط الأمن والسلم الاجتماعي، وكذلك التوعية بإيجابيات وسلبيات العرف في ليبيا. حيث تناولت هذه الندوة الكثير من الأمور والكثير من الآراء التي طرحها عدد من الأكاديميين
ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأعيان بالمدينة، الأمر الذي أعطى كثير من الآراء. ألقيت المحاضرة الأولى والتي كانت بعنوان العدالة ودور القانون والعرف، والمحاضرة الثانية دمجت بسابقتها وعنونت باسم القانون والعرف وتغيير المجتمع من منظور السيسولوجي. شارك خلال الندوة عددا من أعضاء الهيئات القضائية ورئيس الديوان البلدية وأعيان وحكماء مدينة القبة وعدد من الطلبة كلية القانون بجامعة عمر المختار فرع القبة. هذه الندوة في مجملها تدرس ماهية القانون داخل المجتمع الليبي واتصال العرف بالقانون ومدى تأثر المجتمع الليبي والعرف الليبي بالقانون، والذي يثبت أن العرف الليبي هو مسن من روح القانون. والآن تتواصل المحاضرات داخل هذه الندوة بمشاركة العديد من الأساتذة وأصحاب الرأي من داخل المجتمع من الوجهاء والعقلاء وأعيان القبائل. الندوة تطرقت حول حلقة نقاش مفتوحة بين الحضور لتناول العديد من المواضيع حول مفهوم العرف والقانون في بلادنا، مؤكدين على دور العرف الاجتماعي ويعتبر من الركائز المهمة التي لها دور بارز في بسط الأمن ومحاربة الظواهر السلبية بين كافة أبناء المجتمع. لقناة ليبيا الحدث، دانيا جمال. أصدر أهالي ومزارعو مدينة جالو بياناً طالبوا فيه وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة إلغاء قرار منع تصدير التمور، واستنكر البيان بأشد العبارات القرار واصفين إياه بالجائر وغير المسؤول وعدم تقدير الفائض من إنتاج محصول التمور المكدس بمدينة الواحات. إذ يجتمع اليوم مزارعي مدينة جالو وأهالي المدينة ويستنكرون بأشد العبارات قرار السيد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة الجائر واللا مسؤول، والذي حظر بموجبه تصدير الفائض من إنتاج محصول التمور المكدس بمنطقة الواحات عامة ومدينة جالو خاصة، حيث أن المزارعين بهذه المنطقة بذلوا كل جهدهم في سبيل زراعة الملايين من أشجار النخيل. للتمور قيمة غذائية كبيرة، إذ يعتبر التمر والحليب غذاء كاملا وشاملا لحاجة الإنسان اليومية من الطاقة والمعادن. لطالما اشتهرت ليبيا بجودة تمورها التي احتلت مراتب التفضيل لدى المستهلك، وتفوقت بندرة نوعها وجودته على المعروض العربي في الأسواق العالمية، فكانت رافدا اقتصاديا وطنيا واعدا في أرجاء وطن يتزين بغابات نخيله المنتجة لمئات الأصناف من التمور العالية الجودة، إذ تعتبر مدن الواحات من أبرز المناطق الليبية في إنتاج التمور الطبيعية ذات الأصناف عالية الجودة والمميزة من ناحية الطعم والشكل. ويوجد العديد من الأنواع الأخرى ذات الجودة العالية، حيث تقدر أعداد النخيل بما يقارب بمليون نخلة مثمرة مقسمة بين المشاريع العامة والخاصة بالدولة والمزارعين. وللتمر قيمة غذائية كبيرة، إذ يعتبر التمر والحليب غذاء كاملا وشاملا لحاجة الإنسان اليومية من الطاقة والمعادن، كما كانت التمور والحليب جزءا هاما في التغذية المدرسية في فترة العهد الملكي. وتنقسم التمور إلى نوعين، الأول رطب والذي يكون في بداية موسم التمور والذي لا يمكن تخزينها طويلا مثل النفوش ورطب الوادي والفلفل والصيفي وغيرها. أما النوع الثاني الذي يمكن الاستفادة منه في التصدير هو الدقلة والصعيدي، والذي تحتوي مدينة جالو على أكثر من 350 نوعا، كما توجد أيضا التمور الجافة والتي يوصى بها لمرضى السكري. وبالرغم من كل هذا، لم تحظى هذه التمور باهتمام الدولة وعنايتها، ولم تتوفر أبسط الإمكانيات لتصديرها بأفضل صورة للخارج. لقناة ليبيا الحدث، رقي إسماعيل. قام جهاز الحرس البلدي بجالو بجولة تفتيشية على المحلات المواد الغذائية وضبط العديد من المخالفات والمواد المنتهية الصلاحية. وأكد مدير الجهاز بجالو عثمان مطرود أن هذه الجولة
تأتي في إطار الحملات التي يقوم بها الجهاز من حين إلى آخر، مطالبا الجهات الرقابية والمختصة بضبط المنافذ التي يتم من خلالها استيراد هذه المواد، مطالبا المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات. نظم جهاز الحرس البلدي بمدينة الجابية معرضا إرشاديا وتوعويا تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، حيث تخلل المعرض عرض المنتجات الغير صالحة للاستهلاك البشري التي تم ضبطها أثناء الجولات التفتيشية داخل الأسواق والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية. وحث مدير فرع جهاز الحرس البلدي جدابية المواطنين على ضرورة التعاون مع رجال الحرس البلدي بالإبلاغ عن وجود أماكن بيع أي سلع أو أدوية منتهية الصلاحية، تفاديا من الإصابة بالأمراض والوقاية منها. عقد الاجتماع بقاعة ديوان المجلس البلدي الجفرة، ضم عميد بلدية الجفرة والفرع البلدي لفقها ومسؤول شركة المياه وعددا من المواطنين بالفقها. هذا وتقرر أو تطرق الاجتماع لمناقشة مشكلة نقص المياه وتردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة، في إشارة لقضية اختفاء المواطنين الثلاثة قبل عدة أيام، كذلك وضع حل لمشكلة نقص المياه التي تعاني منها المنطقة منذ أسابيع. قررت بلدية طرابلس المركز ونقابة الخبازين بعد التنسيق والتشاور اعتماد تسعيرة رغيف الخبز داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز. وحددت البلدية ونقابة الخبازين في منشور رسمي عبر الصفحة الرسمية للبلدية تسعيرة رغيف الخبز ذو الحجم الكبير بقيمة دينار واحد لكل 6 أرغفة. وطلب منشور البلدية والنقابة كافة المخابز داخل نطاق البلدية الالتزام بالتسعيرة المحددة. أقيم حفل تأبين بمنطقة جردس العبيد للمهندس الراحل جد المولى العبيدي الذي وافته المنية السبت الماضي عن عمر يناهز 52 عاما. التقرير التالي والتفاصيل. أقيم حفل تأبين بمنطقة جردس العبيد للمهندس الراحل جد المولى حمد أبو خالد العبيدي. المهندس جاد المولى العبيدي ولد في 5 فبراير عام 1966، درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدرسة شهداء بوعرق، ثم درس في المعهد العالي للكهرباء ببنغازي في عام 1981. بعد ذلك صدر قرار في عام 1986 ببلدية تاكنس بتعيينه في الشركة العامة للكهرباء، وله باع طويل في مجال الهندسة الكهربائية والفنية، كما أنه متزوج وأب لستة أبناء. أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة المرحوم وعائلته وعشيرته وقبيلته، أحييكم جميعا. لقد أثلج صدورنا ما شاهدناه بأم أعيننا خلال 3 أيام. هذه المشاركة غير عادية في المرحوم مويلة. المرحوم مويلة سجل له التاريخ خطوات ثابتة. المرحوم مويلة زي ما أذكر أخوتي اللي سبقوني مجاهد في سبيل الله. مويلة ذكرى في عالم يدق النسيان. مويلة وإن قد نسيناه فإن السيحات والشوارع والميادين والأشجار تشهد على بصمات أرجله وأيديه. حضر حفل التأبين كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة ومدير إدارة توزيع سهل بنغازي للكهرباء ومدير إدارة توزيع الكهرباء بالمرج وعميد بلدية جردس العبيد ومشايخ وأعيان القبيلة وشباب نادي الكفاح وزملائه ولفيف من الأصدقاء. المهندس الراحل
كان يعاني من مرض الربو، ورغم ذلك لا يتهاون ولا يتوانى في عمله يوما، وكان محبوبا لدى جميع الأطراف من رفقائه وأبناء منطقته حتى وافته المنية في 7 أبريل من هذا العام عن عمر يناهز 52 عاما. خبر رحيل المهندس أشعلت لهيب الشوق وأغرقت الدموع في عبرات الآهات. الراحلون بذكرياتنا الجميلة معهم أسماء لا تنسى في ملف الذاكرة، وكلنا راحلون ويبقى الأثر. أصيل الزياني، ليبيا الحدث. تزامنا مع اليوم العالمي لليتيم، نظمت مؤسسة ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم برعاية المجلس البلدي حفلا خيري لنتابع. المجد والخلود إلى أبطالنا الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ساحة الشرف، وكل من ضحى بحياته من أجل تحرير الوطن من قبضة الإرهاب والطغاة. فآباء هؤلاء الأطفال هم أول من زرع فيهم الحب والتضحية والفداء من أجل الوطن، وغرسوا في نفوسهم أن الوطن عز والدفاع عنه واجب. ولأن اليتيم أمانة في عنق المجتمع، نظمت مؤسسة ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم برعاية المجلس البلدي بنينة حفل بالتزامن مع اليوم العالمي لليتيم لمحاولة رسم البسمة على شفاههم وتقديم الدعم النفسي والترفيهي. فكفالة اليتيم هذه شيء عظيم وشيء طيب، ونحن بصراحة نشكر الناس القائمة على كفالة اليتيم، مؤسسة ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم، بصراحة اللي داروا هالاحتفالية الطيبة اللي خاصة باليتيم، وهذا الشيء مشكورين عليه، وشيء بصراحة يعني حيرفع معنويات الأسر الأيتام، فهمت؟ وهذا شيء لفتة كريمة وطيبة من المؤسسة الكريمة لبلدية بنينة ولبنغازي بشكل عام. تخلل الحفلة إلقاء بعض الكلمات من قبل الحضور ومشائخ وحكماء منطقة بنينة، كما شهد الحفل عروضاً وفقرات متنوعة منها مشاركات الأطفال بالأغاني والألحان الجميلة، كما أيضاً وزعت الهدايا على الأطفال الذين يعلمون أن أباءهم تركوا لهم وطن يرعوه ويفخرون به رغم كل الظروف. لقناة ليبيا الحدث، روان العبيدي. أقيم في مدينة بنغازي حفل نظمه الطلاب المقبلين على التخرج بقسم العلاقات العامة بجامعة بنغازي، والذي كان بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح راديو شباب بنغازي. التقرير التالي يحملنا لأجواء الاحتفالية لنتابع. تملأ أصوات التصفيق المكان معبرة عن الامتنان والتقدير لراديو شباب بنغازي الذي أكمل عامه الثالث. فخلال احتفالية أقيمت في مسرح الطفل ببنغازي من قبل طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام، والذين قاموا بتنظيم احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لراديو شباب بنغازي كمشروع تخرج لهم. بصراحة بعد 1080 يوم عمل متواصل لتحقيق هذا الحلم اللي هو راديو شباب بنغازي، تواصلوا معنا مجموعة من طلبة الخريجين، وهذا كان مشروع تخرج لهم، واقترحوا أنهم يكون مشروع تخرج تاعهم الحفلة السنوية اللي أول مرة يحتفلوا بها بعد 3 سنوات. على مقاعد المسرح يجلس أساتذة كلية الإعلام ليشاهدوا الحفل الذي نظمه طلابهم، واحتفاء بإذاعة شباب بنغازي التي لطالما عرفت بأصوات شبابها من مذيعين وعاملين. وهذه هي الاحتفالية الأولى طبعاً لدى الراديو برعاية أو نقدر نقول بتنظيم كلية الإعلام قسم العلاقات العامة طلبة التخرج طبعاً. الاحتفالية طبعاً فيها عدة فقرات في تقديمها لليوم، مسابقات وغيرها من الفقرات. وسط أجواء ممتعة تخللتها فقرات من العزف والغناء وبعض الكلمات التي وجهها الطلاب والعاملين بالإذاعة تعبيراً عن سعادتهم بهذه المناسبة، وانتهى الحفل على أن يستمر النجاح عاماً تلو عام، وأن تجمعهم ذات المشاعر في احتفالات ومناسبات سعيدة أخرى. منصف المنصوري لقناة ليبيا الحدث. ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. آمر غرفة عمليات القوات الجوية يناقش الوضع في الجنوب مع أعيان المنطقة وفعالياتها.
الحاكم العسكري درنا بن جواد يؤكد حل المشاكل الإدارية داخل المطار والاستمرار بالعمل. أعيان ومشايخ جدابية يؤكدون رفضهم عقد أي اجتماعات دون التنسيق مع الجهات الشرعية. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .tv. وتحذر قناة ليبيا الحدث من صفحات تحمل اسم القناة على موقع الفيسبوك وهي صفحات مزورة، لذلك يجب الحذر منها وعدم تصديقها. شكرا للمتابعة.